شارك الرئيس السيسي في فعاليات اليوم الثاني والأخير من قمة الميثاق التمويلي العالمي المنعقدة في باريس، وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التي دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التي أقيمت، وشارك الرئيس السيسي في إحداها. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة نظره الفرنسي في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا. التقى الرئيس السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو على هامش فعالية قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد، وأكد الرئيس السيسي مواصلة العمل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل وقطاع الطاقة المتجددة في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. هذا وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة على مستوى العالم، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان. قال شهود عين إن سكان مدينة كاديغلي جنوب غربي السودان بدأوا الفرار من المدينة مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى في الحرب الدائرة بالبلاد. ويأتي الحشد حول كاديغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وتصعيد القتال في دارفور بعد قرابة 10 أسابيع من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أعلنت الولايات المتحدة إرجاء المحادثات الهادفة إلى وقف العنف في السودان، عازية ذلك إلى كونه لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي. وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقة لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال محادثات بمدينة جدة السعودية، لكن تقارير صحفية رصدت انتهاكات من الجانبين. أعاد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار ينص على اعتبار استخدام روسيا المحتمل للسلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أمراً مساوياً للهجوم على حلف الناتو. وقال أحد مقدمي مشروع القرار السناتور الجمهوري لانسي جراهام خلال مؤتمر صحفي إن مشروع القانون ينص على أنه في حال قامت روسيا أو بيلاروس أو وكيل روسيا بتفجير شحنة نووية في أوكرانيا لوقف الهجوم المضاد أو كسر إرادة الشعب الأوكراني، فسينظر إلى ذلك الهجوم على أنه هجوم على حلف الناتو. استدعت الحكومة الصينية سفير الأمريكي لدى بكين لتوبيخه عن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بانغ، واصفا إياه بالديكتاتور. وبدورها أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نانغ تصريحات بايدن ووصفتها بأنها سخيفة للغاية وغير مسؤولة.